خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من داخل فندق الإقامة للنادي الأهلي، نطمن منه على حالة الفريق وعلى الكلام اللي بيتقال. طبعا سمعنا كتير على تشكيل الأهلي المتوقع النهاردة، أنا عارف أنه معظم اللاعبين جاهزين، كلام على الشكل الاستعداد من الناحية النفسية والمعنوية، حالة اللعيبة اللي أنا عارفه بتأكد أن هم في قمة تركيزهم قبل مواجهة سان داونز النهاردة. يا فاروق مساء الخير. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وفي البدايه زميلي احمد، خليني اقول لك كل سنه وانت طيب، وعيد ميلاد سعيد، وان شاء الله وانت عام يكون مليء بالنجاح والسعاده والمزيد من الانجازات باذن الله. يا رب يا رب. ميرسي يا فاروق، ميرسي جدا. خليني اروح معاك لفريق النادي الاهلي، والحقيقه انت عارف دايما احنا كجمهور قبل ما نكون يعني اعلاميين في على شاشه الاهلي بيبقى عندنا دايما احساس كده، انت داخل المباراه دي مرتاح، داخل المباراه دي مطمن واثق من الفوز، ولا القصه ممكن تبقى مختلفه؟ مع سان داونز الحقيقه دايما من الماتشات الثقيله اللي ببقى شايل همها، فرقه محترمه، فرقه بتلعب كوره جوه ارضها زي بره ارضها، وفرقه كمان عندها شخصيه. من وجهه نظري لو الاهلي في حاله فريق فرقه كاس العالم، اعتقد ان احنا قادرين نلعب ونتجاوز اي فريق في افريقيا. لو كنا لا قدر الله في حاله ماتش الهلال السوداني هيبقى مباراه صعبه جدا علينا النهارده، ولكني متاكد انه بعد العوده من الخرطوم الشغل بتاع مستر مارسيل كولر من الناحيه النفسيه ومن الناحيه البدنيه عمل فرق كبير، ظهر جزء منه في مباراه اسوان. تكلمني عن التحضير وعلى الاستعدادات لمباراه النهارده اللي خلاص بيفصلنا عنها تقريبا 3 ساعات. بالفعل زميلي احمد، وخليني اكد ويعني اشيد بالجمله اللي حضرتك قلتها، ولسان بتكلم بلسان جمهور النادي الاهلي، واحنا كلنا شرف لينا الانتماء لكيان كبير زي النادي الاهلي والانتماء لجمهور النادي الاهلي. تكلم بلسان الجمهور، واعتقد يعني المباراه في غايه الاهميه، مباراه من واحده من اهم المباريات الصعبه جدا في مشوار النادي الاهلي هذا الموسم. طبعا ظروف المباراه وان فريق صن داونز عنده 6 نقاط، نادي الهلال السوداني 6 نقاط، ايضا انها مواجهه متكرره على مدار ال4 سنوات الماضيه اللي بتتكرر يعني بصوره متكرره ما بين الاهلي وصن داونز، ده بيزيد من صعوبه اللقاء. الفرقتين كتاب مفتوح، كل فريق بالنسبه للجهاز الاخر، سواء الاهلي بالنسبه لماميلودي صن داونز او صن داونز بالنسبه للنادي الاهلي، مواجهه بقت معتاده وخلاص، بقت واحده من كلاسيكيات دوري ابطال افريقيا، المباراه اللي تجمع دايما ما بين الاهلي وصن داونز. خليني اكد بالفعل زميلي احمد على الدوافع النفسيه والامور النفسيه اللي يعني انت تطرقت ليها في كلامك، وتحضير مستر مارسيل كولر لهذه المباراه. الامر انقسم لشقين، شق ان انت بتشتغل على الجانب الفني بعد العوده من اسوان، طول الفريق تماما خلاص صفحه مباراه اسوان وايضا مباراه الهلال وايضا كاس العالم للانديه، تركيز تام في مواجهه فريق صن داونز، والجميع بيعتبرها ان واحده من اهم المباريات، وده اللي احنا لامسينه. التفاؤل موجود، التركيز موجود، الروح المعنويه موجوده. انا بطمنك زميلي احمد، انا على المستوى الشخصي انا متفائل، التصميم اللي انا شايفه عند لعيبه النادي الاهلي، الاصرار، التركيز، الروح المعنويه اللي احنا شايفينها ان شاء الله دي هتنعكس في ارض الملعب. زي ما قلنا ان مستر مارسيل كولر اشتغل على شقين، الشق الفني والتحضير لهذه المباراه، عقد اكثر من محاضره مع اللاعبين، اتفرج على مواجهات الاهلي وصن داونز خلال الفتره الاخيره، ليست خلال الموسم الماضي ولكن على مدار السنوات الماضيه، ال4 سنوات الماضيه، اتفرج على هذه المباراه خاصه المباريات اللي هنا في القاهره، يشوف طريقه لعب رولاني ماكوينا المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز، اللاعبين، اسلوب اللعب اللي بيلعبه امام النادي الاهلي، ايضا يتفرج على اللقاءين لفريق صن داونز سواء امام القطن او امام الهلال السوداني، اشاد بالفريق، طالب اللعيبه في كل كلامه بالتركيز، قال التركيز على مدار ال90 دقيقه. ومستر مارسيل كولر اتكلم مع اللاعبين طبعا على الفرص اللي تم اهدارها في الشوط الاول من مباراه الهلال السوداني، وطالب اللعيبه بضروره استغلال مباريات تحسم بفرصه، يعني بعض الفرص اللي تم اهدارها في الشوط الاول من لقاء الهلال السوداني لو كان النادي الاهلي احرزها كانت اتغيرت شكل وسيناريو اللقاء. طالب اللعيبه بضروره التركيز من اول دقيقه لحد الدقيقه 90، ضروره استغلال انصاف الفرص، استغلال الدفعه المعنويه الممثله في جمهور النادي الاهلي النهارده اللي هيكون ليه كلمه السر ان شاء الله في هذه المواجهه. طبعا زميلي احمد، يوم لعيب النادي الاهلي النهارده اليوم المعتاد، وجبه الافطار كانت في تمام الساعه 10 صباحا، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 5، يعني خلال هذه الفتره كان هناك جلسات جمعت ما بين اللاعبين محمد الشناوي، الكابتن سامي قمصان، والكابتن سعد عبد الحفيظ، كلامهم واحاديثهم مع اللاعبين وخلق الدوافع النفسيه للاعبين. زميلي احمد، لعيبه النادي الاهلي عارفه قيمه هذه المباراه، اعتقد واحده من المباريات اللي مسهله بالنسبه للجهاز الفني الاعداد النفسي
اللعيبه عارفه قيمه هذه المباراه، عارفه اهميه هذه المباراه، وانها مباراه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي. طبعا خلال دقائق تكون المحاضره الفنيه المستر مارسيل كولر طبعا قبل التوجه الى ملعب الاهلي والسلام اللي ان شاء الله هيحتضن هذه المباراه في تمام الساعه 9 بصفيره الاثيوبي باملاك تساميا. اتمنى فيها طبعا كل التوفيق زميلي احمد للنادي الاهلي في هذه المباراه. هنتكلم طبعا عن طاقم التحكيم، وخليني اقول بس في بعض الاسماء اللي ممكن تكون تاكد غيابها، في يمكن كان في كلام على السولية فاروق، عايز اعرف السولية ممكن يكون جاهز ورقه من الاوراق اللي ممكن يستخدمها مستر مارسيل كولر، ولا سيناريو مشاركه السولية ممكن يبقى مستبعد الى حد كبير؟ لا خليني اكد لك زميلي احمد ان السوليه مستبعد تماما من هذه المباراه. طبعا السوليه اضافه الى شادي حسين، اضافه الى برونو سافيو، محمد فخري، رامي ربيعه، ايمن اشرف، واحمد نبيل كوكا مستبعدين من هذه المباراه. لكن من الناحيه الطبيه بطمنك ان عمرو السوليه خلاص كان نزل التدريبات في الفتره الاخيره، ولكن مستر مارسيل كولر طبعا وجود اليو ديانج مع عوده حمدي فتحي مع وجود القندوسي مع مروان عطيه، مجموعه من اللعيبه بتدي حلول طبعا لمستر مارسيل كولر انه يدي فتره راحه اكتر لعمرو السوليه. لكن ان شاء الله بطمنك ان هو ان شاء الله خلال المباراه القادمه امام الداخليه عمرو السوليه يكون جاهز. النهارده طبعا الاهلي بيستعيد علي معلول، بيستعيد ايضا محمد هاني، ويعني اللعيبه وحمدي فتحي اللعيبه اللي كانت غابت عن مباراه او فضل الجهاز الفني ان هو يريحها، وده وقت راحه اكتر في مباراه اسوان. عايز اكد على نقطه مهمه زميلي احمد، ودي النقطه اللي احنا يعني اللي لازم يعني لمسناها من كلام رولاني مكوينا المدير الفني لفريق صن داونز، اللي اشاد باستقبال النادي الاهلي واشاد بروح النادي الاهلي واشاد بحفاوه الاستقبال وتيسير كافه الامور من جانب اداره النادي الاهلي، ممثله طبعا في الكابتن محمود الخطيب، بتوفير ملعب التدريب لفريق ماميلودي سان داونز انه يؤدي تدريبين على ملعب الاهلي والسلام. وانت تعرف ان الامر المعترف فيه طبعا دايما بيبقى تدريب واحد بالظبط، تدريب واحد فقط على الملعب للنجيل الطبيعي، ولكن ده امر بيحسب للنادي الاهلي ومسؤول للنادي الاهلي. طلع يعني رولاني مكوينا اشاد بهذا الامر، واحنا دايما بنقول ان النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي طبعا مش جديد، واستقباله لكافه الفرق الافريقيه ودي الروح اللي النادي الاهلي بيقدمها سواء مع ماميلودي سان داونز واي وكل الفرق. النادي الاهلي طبعا انت عارف قيمه كبيره جدا طبعا، ومكانه وقيمه النادي الاهلي هي دايما اللي بتتحدث عن هذه المواقف. طبعا احنا المنافسه بالنسبه لنا في الملعب فقط لا غير، والكبير دي شيء يعني شيمه الكبار زي ما بيقولوا او شيم الكبار يا فاروق. احنا لا نلجا لاي اسلوب من الاساليب اللي ممكن يكون المنافسين بيستخدموها ضدنا لاحساسهم ممكن بضعف مستواهم او عدم قدرتهم على مجارات الاهلي في الملعب، لكن في جميع الاحوال الاهلي طول عمره محليا وقاريا وعالميا رول موديل الحقيقه، نتمنى أن الجميع يتعلم منه ويحتدي. بشكر زميلي فاروق صلاح، دي كانت أخبار فرقتنا واستعداداتنا واللمسات الأخيرة في يوم المباراة.